يا بنات يا ستات، ايه يا بنانيت؟ لا هنقعد بقى نقضيها رغي الاجتماع ده ولا ايه؟ يلا عايزين نسمع بقى الاستاذ. اتفضلي. انا جيت. الحمد لله على السلامه. عايزه اقول لكم ان انا النهارده عايزه اكلمكم في كلام مهم جدا. كالعاده كلامي يتفهم غلط. اه عادل سبيل بيت وتعفشها في 60 ده يا رانيا. اخويا موكوس وما يستاهلش يتزعل عليه. بكره تتجوزي السيد. ايه الجو الرخيص ده يا سناء؟ عادل ايه؟ عادل ده جوزك وحبيبك، فاش تعملي كده؟ مش معنى ان انا قلت لكم تبقوا اقوياء انكم تبقوا وحوش. يا جن نسيبه حيرشينا معاك يا اختي. جمعيه عمارة متوحشه، يعني الستات ما يبقاش حقها مهضوم عند الرجاله. الله الله يا استاذ على كلامك الجميل المهضوم. بتقولي درر درر. يا ستات اللي اقصد اقوله ان الرجاله خدت حقوق احنا اللي اديناها لها. زي ايه؟ زي ان الستات بقت تعمل كل حاجه، تاكل، تشرب، تلبس، تكنس، تحمي، تولد، وفي الاخر بتشتغل زيها زيه، ويقعد هو على الكنبه مقنتخ وشغل استنطاع بقى. الحل ان احنا نهربد الكنبه على الارض ونخليها سواه. الافكار المخربه دي. طيب ما تفهمينا نعمل ايه؟ طيب تسايسه وتعرفيه غلطه بالطريقه. غلطوا ده ايه يا قبلة؟ الرجالة استاوت خلاص، محدش عارف يلمها، دي بقت بتضرب ستاتها. انا ما بتكلمش عن نفسي الصراحة، يعني انا اللي كنت بضربه. لا كده صح ولا كده صح. الرجالة بتحب الست العبيطة. اعملي عبيطة، هودي، خدي على قد عقله وسايسي، وفي الاخر اعملي اللي في دماغك. صح. الله 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 الله، ده اجتماع ده ولا وعد بلفور ولا ايه؟ لاحظ ان كلامك جارح يا استاذ عادل. استاذ عادل اسكت انت يا هانم. يا حضره المذيعه الناجحه اللمعه، انت والاراجوز اللي معاك، انا بكلم مراتي. نعم يا عادل. انا لسه جاي حالا دلوقتي من عند المأذون، مش كده؟ هو انا كنت معاه. المأذون قال لي ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وقال لي تريثوا. عين العقل يا بيبي، يبقى تريث. اتريث اتريث بعد ما شفت الكلام التحريضي من الهانم. تحريضي؟ انا كنت بعقلهم اصلا. ايوه كان بتعقلنا. بس يلا بس يلا، بتعقليهم بأمارة ايه؟ بأمارة الكلام اللي انت بتقوليه ده، بان انت بتقولي لهم ياخدوا جوازاتهم على قد عقلهم. تعال يلا. ولا 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 تعال يلا تعال يلا، ايه اللي انت كاتبه على قفاك ده؟ تعال 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 تعالى يا رجوز. هتقدر كفايه يا دوله، حرام مزعل ليه المدام اللي انت كاتبه ده. يا دوله يا دوله، لا انا دوله، ده انا الراجل يا دوله، وانا هبيعكم يعني يا دوله، هبيع رجاله يعني. ده انا كنت بحضر كده ومعاهم عشان بقى اعرف هما بيقولوا ايه، واجي اقول لك يا دوله. يا سلام تيجي تقول لي. ماشي ماشي يا كلب الهانم. بص معلقلك ايه وانت ماشي كده اهبل يا اهبل. ما انا مش عارف يعني ايه دي اصلا. ماشي هكلمك بعدين. ماشي يا رمزي ماشي. بس بقى حضرة المذيعة المشهورة انت، قال لها انا لا يستحيل ابيع الرجالة ابدا. بس جاتك خيبة. يا سلام يا سلام، عامل لي فيها سبع رجالة في بعض. امال ايه يالا حبها اللي كان معشعش في قلبك ده؟ ها يا دولة بقى انا احب يعني دي؟ لا طبعا يا دولة، ده انا بدحلبك دهون يعني علشان بقى اعرف هم بيفكروا في ايه. يا دولة قال لها امرني يا دولة، انا تحت امرك. اسبقنا على البازار يا دولة وجهز لي الكرباج. حاضر يا دولة. امشي 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 امشي. الجمعية الستات المتوحشة. امشي. طب انا هعمل بقى جمعية الرجالة المتوحشة واجي ادغدغ مرة. امشي يا هانم. ها وانت اخبارك ايه يا هانم؟ هتعملي ايه؟ هتيجي معايا ولا اتريث؟ لا لا تتريث، هاجي معاكي عادي. معلش بقى حبيبتي، اصل انا هعمل زي ما انت قلتي، هاخده على قد عقله. ها تمام. اخس بيبي. هي ظهري اصلا عامله خطه عشان تفركش بينا، عايز تخرب بيتنا يا عادل. يلا 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 يلا. معلش هروح نحل بس موضوع كده ونرجع تاني. معلش سلام. وانا اللي بدافع عنكم. تسمحي لي بالشمه دي؟ ده بلد على فكره، والواحد اتكلف 15 جنيه على فكره. انا مع المره المتوحشه قوي والمتخربشه كمان. وبعدين يعني لو رمزي مشي جه سموله، مشي رمزي جه سموله. شاب واتعز انت تاني. انت تاني ستات ما تتجوزيني بقى ونعمل علاقه. عينيا عينيا ستات. ايه هيعملوا ايه؟ هجوم. لا انا عايزك انت بس. هجوم. بس بس انت حد تضرب تحت، حد تضرب.